ما هو توصيف ما تقوم به إسرائيل في غزة في عرف القانون الدولي؟ في عرف القانون الدولي ما يحدث في غزة هو جريمة إبادة. وأنا أدرك أن الكثير من القانونيين يقولون إن ما يحدث في غزة هي جرائم حرب، وهو صحيح، لكن أحاول أن أصف ما يجري في غزة بأنها جريمة إبادة. ما الفرق بين جريمة الإبادة وجرائم الحرب؟ من ناحية العقوبة، العقوبة واحدة، لكن جريمة الإبادة ما يجري في غزة هو عبارة عن قتل مبرمج بطيء لشعب يقع تحت الاحتلال بقصد وببرمجة يعيها قادة الاحتلال الإسرائيليين. هل هناك نماذج شبيهة حدثت في التاريخ القريب مثلا نفهم منها نفس الإسقاط؟ لم يحدث هذا المحرقة البطيئة. حدثت المحرقة النازية، أن تحرق الناس فجأة. نعم. نائب وزير الدفاع الإسرائيلي بيقول سنقوم بمحرقة في غزة، وما يجري في غزة هي عبارة عن محرقة بطيئة بحيث يمنع الدواء عن المرضى لكي يموت ببطء، تمنع الأغذية عن الناس لكي يموتوا ببطء، الطائرات تقصف فيموت الناس بالجملة، تقطع الآن عن غزة حتى المعونات الإنسانية ويتم تقنينها. فما يجري في غزة حسب تعريف الاتفاقية الدولية الخاصة بالإبادة أن ما يجري هو إذا أخضعت جماعة عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرها تدميرا كليا أو جزئيا، هذه من الأعمال التي تعاقب عليها اتفاقية الإبادة أو ما تعرف باتفاقية الجينوسايد. يعني ما يحدث الآن في فلسطين هي عملية إبادة وفق العرف والقانون الدولي، وفق القانون الدولي حسب اتفاقية الاتفاقية الإبادة الجماعية. وأنت حرصت أن تقرأ النص. صح، هذه الفقرة الثالثة، والمادة تنص على أن أي من الأفعال التالية المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه تعتبر عمل من أعمال الإبادة. ماذا إذا كان هذا العمل من أعمال الإبادة يتم أمام سمع العالم وبصره على شاشات التلفزة والناس تشاهد كل يوم ما يحدث في غزة؟ في هناك العالم أجمع تقريبا موقع على 4 اتفاقيات تسمى اتفاقيات جنيف، وقعت في عام 1949. نعم. هذه الاتفاقيات تنص في المادة الأولى منها، جميعها تنص على أن الدول تلتزم بما ورد في هذه الاتفاقيات، والدول الأطراف سوف تحمل وتلزم الدولة التي تخل بالتزامها على التقيد بها. يعني في هناك التزام دولي على كل دول العالم الموقع على اتفاقيات جنيف أن تلزم إسرائيل باحترام اتفاقيات جنيف بما في ذلك احترامها لالتزامها تجاه السكان المدنيين. إذا كان الطرف الفلسطيني المتمثل في السلطة الفلسطينية الآن يلوم المقاومة الفلسطينية ويحملها المسؤولية مما يحدث الآن، ونرى كل يوم مسؤول السلطة الفلسطينية يجتمعون ويضحكون مع المسؤولين الإسرائيليين الذين يقومون بهذا، من المخول بالدفاع عن هؤلاء الذين في غزة قانونا؟ سلطة الاحتلال هي المسؤول الأول عن حماية هؤلاء الناس وتأمين حياة عادية بما في ذلك العلاج الطبي والأساسيات لهؤلاء الناس. لكن سلطة الاحتلال في سبتمبر الماضي أعلنت أن غزة كيان معادي. سلطة الاحتلال في ذكية جدا في ابتكار وصناعة التعابير التي القصد منها تعفيها من مسؤوليتها كسلطة احتلال. يجب أن أبين هذه النقطة بقليل من التفصيل. نعم.
حين تم احتلال الضفة والقطاع، قال وزير العدل الإسرائيلي بعد أسبوع من الاحتلال سنة 67 أن هذه الأراضي يجب أن لا توصف بأنها أراضي محتلة، بل هي أراضي محررة. لم يقبل العالم بذلك، فابتكروا تعبير آخر. اعتبارا من عام 68 بدأوا يسموا الضفة الغربية يهودا والسامرة، ويسموا غزة بقطاع عزة. هذا التحوير بالاسم هو لإبعاد صفة إنه هذه أراضي محتلة. لم يحاول الإسرائيليون مثلا أن يسموا قطاع سيناء المحتل آنئذ بأسماء عبرية، أو الجولان أو جنوب لبنان، لم يسموها، إنما سموا الضفة الغربية بيهودا والسامرة ليطمسوا صفتها ووضعها القانوني أنها أراضي محتلة. الآن في سبتمبر الماضي أطلقت إسرائيل تعبير كيان معاد على غزة. ومن ما دلالته القانونية في ظل هذا؟ دلالته القانونية أن إسرائيل كانت تحضر إلى ما تقوم به حاليا. هي تعتبر غزة وكأنها دولة مقابل دولة. فما تقوم به غزة ضد إسرائيل هو كأنه تقوم به دولة مثل مصر أو الأردن أو سوريا، دولة كاملة السيادة. بينما قطاع غزة لم ينتهي وضعه كإقليم محتل تحت السيادة الإسرائيلية، فتحاول إسرائيل تغيير الوصف القانوني لكي تبرر جرائمها في غزة. الآن في ظل الصمت العربي والصمت الدولي إزاء ما يحدث في غزة، وتفاقم الوضع الإنساني بالشكل الذي يوصف بأنه يعني شكل مريع جدا، ما هي الإجراءات التي يمكن لأهل غزة أو لغيرهم أن يقوموا بها في مواجهة هذه المخالفات التي تقوم بها إسرائيل والتي تخرق فيها كل المواثيق الدولية ولا يستطيع أحد أن يوقفها عند حدها؟ لا أحد بكامل قواه القانونية يستطيع أن يلوم أهالي غزة في مقاومة الاحتلال، لا أحد. والاحتلال ومقاومة الاحتلال هو حق للشعوب التي تقع تحت الاحتلال، وهو حق أقرته المواثيق الدولية والأعراف الدولية، ليس فقط المواثيق وليس فقط قرارات الجمعية العامة، إنما أقروا قبل ذلك في اتفاقيات لاهاي في 1899 وفي 1907. فالمقاومة حق مشروع بالمطلق. لوم الصواريخ الفلسطينية واعتبارها هي الأساس، حتى أن أحد القانونيين أيضا المختصين في القانون الدولي محمود المبارك في 3 مارس الماضي في مقال نشره في الحياة وصف السلطة الفلسطينية بالفاشية، وقال إن الفاشية الفلسطينية تتجلى عند أولئك الذين يراقبون جرائم الحرب الإسرائيلية على الهواء مباشرة، المخالفة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة في العام 49، والخارقة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولجميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، ثم يلقون بالتهمة على المقاومة الفلسطينية في أنها تعطي الذريعة لمثل هذا. يعني أعتقد أن السلطة الفلسطينية لم تكن موفقة في إدانة ما تقوم به المقاومة الفلسطينية في غزة، أو في مساواتها، أو بوصفها إنه هذه تعطي أعذار للعدو الإسرائيلي. في الواقع الإسرائيليين لا يحتاجوا إلى أعذار. جنين، مخيم جنين، ماذا جرى في مخيم جنين عام 2002 ولم تكن هناك صواريخ؟ دمروا البلد القديم في نابلس ولم تكن هناك صواريخ في نابلس، ودخلوا على بلاطة، مخيم بلاطة باستمرار، ولم تطلق صواريخ من مخيم بلاطة. فما الذي يجري؟ كيف يبرر هؤلاء أن ما يجري في غزة هو بسبب الصواريخ؟ هذا واحد. تنين، ما هي الصواريخ التي تطلق من غزة وكيف تقارن بالصواريخ التي تطلقها الأباتشي؟ إذا بدنا نقارن ما بين سلاح وسلاح، ما مشروعية الصواريخ التي تطلقها الفصائل المقاومة من غزة ومشروعية الصواريخ التي تطلقها الأباتشي وفق القانون الدولي؟ وفق القانون الدولي ما يقوم به المقاومون الفلسطينيون سواء في جنين أو جباليا هو رد فعل على الاحتلال، هي نوع من المقاومة،
وهي حق مشروع بلا جدال. نعم. وما يسمى بإرهاب وغير إرهاب هو كلام فاسد. ما تطلق إسرائيل من صواريخ من الأباتشي أو من طائرات الأف 16 لم يحدث في تاريخ هذه البشرية كما نعلمه. أن قامت دولة الاحتلال بقصف الشعب الواقع تحت احتلالها بطائرات وصواريخ. حتى النازي حين احتل أوروبا لم يقم بقصفها. ما يجري في غزة قصف يومي تقريبا. هذا واحد. اثنين، استخدام السلاح الجوي في هذه العمليات يشكل جريمة مضاعفة، لسبب أن باستخدام الصواريخ حين تضرب منطقة سكنية لا تستطيع أن تقول أنني أستهدف فرد. نعم. أو أستهدف مجموعة أفراد. أنت منطقة سكنية، فأنت تستهدف مدنيين لا علاقة لهم بالنزاع، فأنت تقوم بعملية ارتكاب جريمة مروعة، وهذا ما جرى في كثير من الحالات، لأن سلاح الجو مهما كان دقيقا لا يستطيع أن يتلافى الإيذاء بالمدنيين. وفق هذا الذي يحدث، ما هي الاتهامات القانونية وفق القانون الدولي التي توجه إلى إسرائيل كدولة معتدية الآن على الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة؟ إسرائيل ترتكب في هذه العمليات، ومهما كانت ضخامتها أو ضعفها، هي ترتكب جرائم حرب يوميا. كيف يمكن مواجهة إسرائيل في المحافل القانونية الدولية بهذه الاتهامات؟ هناك في أولا كقانون دولي هو يقوم على التوازن السياسي وعلى الإرادة السياسية. نعم. للدول. لو كان في دول عربية تملك إرادة سياسية لاستطاعت أن تفعل كما فعلت الدول الإفريقية في قضية جنوب إفريقيا. ماذا فعل؟ في قضية جنوب إفريقيا قامت الدول الإفريقية وشكت أمر موضوع جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية. في لاهاي. في لاهاي. وأجابت محكمة العدل الدولية إنه التمييز العنصري وهذا مخالف للميثاق وإلى آخره. وأخذت الدول الإفريقية حملة دولية لتجريد حكومة جنوب إفريقيا من أسس شرعيتها. نحن نتمنى على الدول العربية أن تقوم بعمل مماثل لما قامت به الدول الإفريقية. هل فقط الأمر بحاجة إلى إرادة سياسية وقرار سياسي؟ بحاجة إلى إرادة سياسية فقط لا لو غير. لو قامت أي دولة عربية الآن وسعت لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي وكان حاكمها حاكم يعني يدرك مسؤولياته التاريخية، هل يمكن لهذه الدعوة أن ترى النور وتبصر الطريق للحصول على حق؟ إحدى الوسائل. إحدى الوسائل. الوسائل الأخرى أن تلجأ الدول العربية بالتعاون مع الدول الإسلامية ودول عدم الانحياز. نعم. باستصدار قرار وباستخدام وسائل ضغط لتشكيل محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين كما حدث في رواندا وكما حدث في يوغوسلافيا وكما حدث في سيراليون وكما هم يحاولون الآن في محكمة لبنان. نعم. هذا نعم. أيضا ممكن. هذا ممكن طبعا. وممكن تسمية أسماء جنرالات إسرائيليين ومسؤولين إسرائيليين بعينهم معروفين، بس إحنا بنشوفهم بيتحكوا معاهم وبيسهروا معاهم والعلاقات بينهم إزاي هيجروا أصدقائهم، لأنه هؤلاء أصبحوا تحولوا من قادة إلى ولاة للباب العالي. الآن إحنا الباب العالي في تل أبيب ولا في واشنطن؟ المهم في واشنطن. أصبح الباب العالي في واشنطن وهؤلاء ولاة، أصبحوا يتصرفوا وكأنهم ولاة لسلطان الباب العالي. الآن مع الاحترام للسلاطين يعني. الآن يا دكتور في مع الحماية التي تحظى بها إسرائيل هناك بعض المسؤولين الإسرائيليين على سبيل المثال في 7 مارس الماضي هذا حظرت الحكومة البريطانية دخول نائب رئيس حزب الليكود الإسرائيلي موشي فيجلين إلى بريطانيا بسبب مواقفه العدائية المتطرفة للفلسطينيين. وزير الأمن الإسرائيلي آفي دختر لم يسافر لبريطانيا لتلبية دعوة لمؤتمر حول الأمن والإرهاب عقد بداية العام الماضي بعدما حذرته الحكومة الإسرائيلية من إمكانية القبض عليه بتهمة ارتكاب جرائم حرب جراء قضايا رفعتها عليه منظمات حقوقية فلسطينية وبريطانية هنا في بريطانيا.
في العام 2007 منعت إسرائيل أكثر من جنرال من السفر إلى بريطانيا لوجود قضايا ضدهم وعدم وجود حصانة، وطلبت من الجنرالات الإسرائيليين إذا كان عندهم رغبة للسفر إلى أوروبا تغيير أسمائهم في جوازات السفر. في العام 2005 الجنرال جورون ألموج رجع على نفس الطائرة اللي وصلت إلى مطار هيثرو بعدما أبلغوا أنه سيقبض عليه إذا خرج من الطائرة. نجحت إسرائيل بعد ذلك في إلغاء الحكم، لكن لا زال هناك صدى. هل يمكن لبعض المنظمات القانونية العربية، بعض رجال القانون الدوليين مثلك من العرب، بعض العائلات الفلسطينية المتضررة أن تسعى من خلال بريطانيا، بعض الدول الأوروبية التي قانونها يسمح بمقاضاة مجرم الحرب الإسرائيليين في هذه الدول؟ بالإمكان، وهذا العمل قائم حاليا وتقوم به منظمات حقوق إنسان فلسطينية، وتدرس في كثير من الدول إمكانية تبليغ وإلقاء القبض على مجرمي الحرب الإسرائيلية. أول أمس هناك مجموعة من القانونيين في سوريا من أصول فلسطينية ومن أصول عربية أيضا أعلنوا أنهم سيسعون لمقاضاة الإسرائيليين. صحيح. لكن هل ترى جدوى من هذه الملاحقات في ظل أن الحكام العرب والحكومات العربية أصبحت في معظمها إما ممالئة لإسرائيل وإما أنها تخشى من الولايات المتحدة؟ بغض النظر عن الموقف الرسمي العربي، من المهم أن لا يتكئ القانونيون العرب على كسل وفشل النظام العربي. كما ذكرت أن النظام العربي الآن هو عبارة عن ولاة للباب العالي، ولا نستطيع أن نتوقع منهم أكثر مما يجري حاليا. هل الحكومات العربية شريكة فيما يحدث للشعب الفلسطيني بصمتها أو بتواطؤها؟ شريكة من ناحيتين. نعم. الناحية الأولى أنه هدول شعب عربي وهو جزء لا يتجزأ من الشعب العربي، والدساتير العربية كلها تنص أن الشعب كذا هو جزء لا يتجزأ من الشعب العربي، فهناك في واجب دستوري على التعاطف وحماية الشعب الفلسطيني. لكن هناك الآن عمل اتفضل. النقطة الثانية أن الدول العربية بصفتها أطراف في اتفاقية جنيف، اتفاقيات جنيف الأربع، هي ملزمة باتخاذ الإجراءات لحمل إسرائيل على التقيد باتفاقيات جنيف. لكن كثير من الدول العربية والزعماء العرب يقولون الآن الفلسطينيين لهم سلطة ولهم حكومة تستطيع أن تحمل أمرهم وهي التي تسعى لمقاضاة الآخرين والدفاع عنهم. هذا كلام فاسد ويقصد به تبرير فاسد قانونا تقصد قانونا نعم هذا كلام فاسد قانونا ويقصد به إبعاد التهمة عن أنفسهم، لأن السلطة الوطنية الفلسطينية صح هي تظل، سواء أخذت شكل سلطة أو منظمة تحرير، تظل هذا شعبها وهي مسؤولة مباشرة عنه. نعم. إلا أن مسؤوليتها مسؤولية مقصورة، هي ليست مسؤولية دولة. هي ليست دولة. هي ليست دولة. وليست في العرف القانوني الدولي دولة. وليست دولة. ولا تستطيع أن تقوم بما تقوم به الدول. ولا تستطيع أن تقيم مثلا دعوة أمام محكمة العدل الدولية. نعم. ولا تستطيع أن تطلب من مجلس الأمن أن ينعقد إلا من طريق محكمة دولة أو عن طريق الجامعة العربية مثلا. هذا واحد. اثنين، السلطة الفلسطينية القائمة حاليا هي سلطة حسب اتفاقيات أوسلو تستمد صلاحياتها من اتفاقيات أوسلو، وهذه الاتفاقيات أعطت السلطة الفلسطينية الصلاحية بأمر عسكري. كيف؟ يعني ليست قانونية؟ هي قانونية لكن تستمد قوتها من الأمر العسكري الإسرائيلي وليست من القانون الدولي. يعني السلطة الفلسطينية قائمة بناء على أمر عسكري إسرائيلي وليس على اتفاقات دولية، صادر فيها أمر عسكري بغض النظر أنه هذه الاتفاقية، يعني مظلتها إسرائيل؟ طبعا مظلتها إسرائيل، ليست لها مظلة دولية ولا عربية ولا أي شيء. لا تستطيع الآن الرئيس أبو مازن لا يستطيع أن يخرج بدون إذن إسرائيلي، لا يستطيع أن يزور مدينة، ولذلك حبسوا عرفات حتى مات. طبعا. يعني معنى ذلك يبدو أن هناك أمية كبيرة بفهم القانون الدولي والتفصيلات الجزئية الكثيرة في هذه الاتفاقيات التي وقعت. آمل أن تكون الأمية مقصورة فقط على القانون الدولي، ولكن أعتقد في هناك أمية. لكن إحنا الآن في محاولات الفهم لهذه الأوضاع، لأن بعض الناس تعتقد أن طالما هناك جواز سفر وطالما هناك علم ونشيد وطني أن هناك دولة. لا يوجد شيء من هذا،
والجواز السفر يستمد شرعيته من ناحية واحدة فقط لا غير، إنه الدولة تعترف فيه. يعني هو جواز سفر الدولة الإسرائيلية تقصد؟ لا، الدولة التي تستقبل المسافر التي الفلسطيني، التي تستقبل المسافر، يعني الأردن تعترف فيه فيستمد شرعيته من قبول الأردن. سوريا قبلته مؤخرا فيستمد شرعيته من قبول سوريا، وهكذا بالنسبة لمصر وبالنسبة للدول. لكن هو لا يستمد شرعيته من أن دولة تصدره؟ لا، هو ما فيش دولة تصدره ولا يستطيع حامل الجواز. حضرتك من الناحية القانونية يعني قلت شيء خطير لا يفهمه ولا يدركه ربما حتى كثير من السياسيين العرب، هو أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي تحت المظلة الإسرائيلية وتحت قرار عسكري إسرائيلي وليس لها أي شرعية لا دولية ولا غير دولية. هذا الكلام صحيح 100% وأنا مسؤول عنه. اتفاقيات أوسلو لم تنفذ إلا بأمر عسكري، وما زال الحاكم العسكري يصدر أوامر عسكرية حتى يومنا هذا ولم يتوقف عن إصدار أوامر عسكرية في الضفة. يعني كل هذا في ظل احتلال رسمي؟ طبعا رسمي، وفق اتفاقات أوسلو. طبقا لاتفاقيات أوسلو، ما جرى في أوسلو هو إعادة هيكلة للاحتلال فقط، أصبحت السلطة الفلسطينية مقاول من الباطن للاحتلال. هذا الوصف الدقيق، هذا الوصف القانوني الدقيق للوضع. للوضع هو مقاول من الباطن للاحتلال الرسمي. يعني في ظل هذا الوضع أيضا، الوضع قانونيا الآن معقد كثيرا بالنسبة إلى غزة، معقد. ولا يملك رئيس السلطة الفلسطينية ولا أي حد في السلطة الفلسطينية أن يفعل شيء تجاه هؤلاء، لأنه لا يملك، لا سلطة، يملك. ليس لديه السلطة لأن يفعل، فبالتالي لا نستطيع أن نلومهم أنهم لم يفعلوا لأن ليس لديهم السلطة ولأنهم يعملون في ظل الآمر العسكري الإسرائيلي. بالضبط، وكل تحركاتهم هو أنهم مقاولين من الباطن للآمر العسكري الإسرائيلي. بالضبط، وهذا الكلام نستطيع أن ندعمه بآراء كثير من القانونيين الإسرائيليين الذين لم ينكروا ذلك. ونستطيع أن ندعمه بكثير من النصوص الواردة في اتفاقيات أوسلو على سبيل المثال فقط لا غير، على سبيل المثال. نعم. في كل اتفاقيات أوسلو، وهي اتفاقيات في غاية التعقيد، في غاية التعقيد، لم ترد كلمة احتلال مرة واحدة. أما إيه كانوا بيسموا نفسهم إيه الإسرائيليين في الاتفاقات؟ الطرف الأول والطرف الثاني والسلطة الفلسطينية بس. الطرف هو عقد بيع وشراء؟ الطرف الأول والطرف الثاني؟ لم ترد كلمة احتلال واحدة. لم ترد كلمة انسحاب واحدة. كل الذي ورد في أوسلو أن الجيش الإسرائيلي يقوم بإعادة الانتشار فقط لا غير، هو لم يلتزم بالانسحاب، وهذا اللي جاري حاليا. هل هذا ما دفعك إلى أن ترفض أن تكون جزء من هذا؟ أنا لم أكن مطلعا على اتفاقيات أوسلو قبلها، لكن أنا إدراكي إلى أن القيادة الفلسطينية كانت تسعى إلى الوصول إلى أي تسوية مع الإسرائيليين دفعني إلى التوقف. الآن في بعض القانونيين في ظل هذه الصورة المعقدة الآن والتي ربما تتضح لكثير من الناس حول خطورة الوضع حتى شرعية السلطة نفسها ووجودها القانوني، وأن السلطة تنفذ الأوامر، يعني تنفذ أوامر الأمر العسكري الإسرائيلي، وأنت صدمتنا بمعلومات كثيرة عن أن السلطة الفلسطينية في النهاية هي تعمل تحت إمرة الحاكم العسكري الإسرائيلي وفق اتفاقية أوسلو القانونية هي التي أعطت طبعا. هذا والناس تعتقد أن هناك دولة فلسطينية وعلم وسجاد أحمر وأشياء كثيرة، ولكن يبدو أن كل هذا وهم، كلها أوهام حتى يرضوا الغرور الفارغ وينهب الأرض. الآن في ظل هذا الوضع، بعض القانونيين يقولون أن قيام أي طرف بالسعي لفك الحصار عن غزة لا يخالف أي بند من بنود القانون الدولي، بل يوجب على كل الدول والأفراد أن يسعوا لفك هذا الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة. أولا، كلمة حصار في القانون الدولي محرمة. وأعطي لك مثال، في ظل ميثاق الأمم المتحدة أصبح أي استخدام لأي نوع من القوة
باطل بطلانا مطلقا إلا في حالة واحدة، حق الدفاع عن النفس فقط. حتى الرئيس كينيدي حين أراد أن يفرض حصارا على كوبا في أزمة الصواريخ الكوبية أخذت أسبوعين وهو يفكر في كيفية تبرير استخدام الحصار على كوبا. وكان وزير العدل الأمريكي آنئذ شقيقه روبرت كينيدي، واستعانوا بكثير من أساتذة القانون الدولي في كولومبيا وفي هارفارد ليبتكروا طريقة أو ليبتكروا تبريرا قانونيا في فرض الحصار على كوبا، لإدراكهم أن تعبير الحصار ممنوع. فخرج فقهاء القانون الدولي آنئذ بمقولة إن أمريكا لا تفرض حصارا على كوبا، إنما تحاول أن تعمل حجز أو حجر صحي، واستخدموا التعبير بالإنجليزي كوارنتين، زي ما إحنا بنسميها بالعامية الكارنتينا. نعم. اللي هو الحجر الصحي. نعم. فهو استخدم هذا التعبير وأخذتهم أسبوعين. فما تقوم به إسرائيل هو بالمطلق مخالف للميثاق ومخالف للقانون الدولي، وأي عمل لتصويب هذا الوضع هو عمل مشروع. يعني الآن إذا إسرائيل اعتبرت غزة كيانا معاديا وتفعل كل هذه الجرائم، هل هناك مسؤولية قانونية في عرف القانون الدولي إذا نسينا العروبة والإسلام وغيرها على الحكومة المصرية التي هناك طرف من أطراف الحصار مفروض على غزة من قبل؟ هو يعني خلينا نقول بالمصري، يعني كتر خير مصر إذا فتحت الحدود، لأنه عم تعفي إسرائيل من التزامها. فعلى الحكومة المصرية، هناك حكم صدر من المحكمة العليا الإسرائيلية يلغي مسؤولية إسرائيل عن إمداد القطاع بالغاز بالوقود أو بالمسؤولية عن طبعا. طب من المسؤول إذن؟ في شهر 1/2008 أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قرارا بالتماس قدمته مجموعة من منظمات حقوق الإنسان فلسطينية وإسرائيلية لكي تطلب من المحكمة أن تمنع الحكومة من قطع المحروقات والمواد الغذائية والغاز عن قطاع غزة. نعم. المحكمة الإسرائيلية، وبالمناسبة يجب التذكير أن المحكمة العدل العليا الإسرائيلية في عرف كثير من القانونيين الإسرائيليين أنها مجرد جهاز من أجهزة الحكم العسكري. يعني لا ينظر لها أنها جهة قانونية ولا قضائية ولا عادلة. يعني هي تتبنى وجهة نظر الحكم العسكري بالمطلق، يعني بالمطلق فيما عدا حالة واحدة. قالت المحكمة أنه منذ أيلول 2005 اللي هو تاريخ انسحاب إسرائيل من غزة، نعم، أصبحت السيطرة لم تعد إسرائيل هي صاحبة السيطرة الفعلية على القطاع، وبالتالي لم تعد هي سلطة احتلال. هذا تزوير، وإن تصرف الحكومة الإسرائيلية بتحديد كمية المحروقات والكهرباء إلى القطاع هو تصرف يتفق والتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي الإنساني. هذا كلام معيب لهيئة قضائية عليا في دولة أن تقول هذا الكلام، إذ أن مثل هذه الالتزامات ليست أكثر من توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية. يعني المحكمة تعطي ترخيصا للحكومة الإسرائيلية بقطع الكهرباء أن تمارس هذا الاضطهاد وهذا الحرمان والتجويع على شعب أعزل واقع تحت سيطرتها الفعلية المباشرة. لذلك ما تقوم به، ما قام به أهالي غزة الشهر الماضي، تدفقوا على الحدود. نعم. باتجاه غزة، باتجاه مصر، باتجاه مصر، هو ردة فعل طبيعي، واستقبلهم إخواننا المصريين بترحاب. الآن مصر تقول نحن نلتزم اتفاقية المعابر. مصر إذا تلتزم اتفاقية المعابر عليها أن تلزم إسرائيل في الأول أن تمارس ما يجب عليها أن تمارسه من التزامات في حماية السكان المدنيين. لا تستطيع مصر أن تتذرع بمقولة إحنا نلتزم باتفاقية ثنائية بينما هي عضو وملزمة باتفاقية دولية وهي أسمى من الاتفاقية الثنائية. دكتور، الآن في ظل
الموقف الرسمي العربي البائس والذي ليس فيه أمل في ظل أن الفلسطينيين الآن يموتون تحت الحصار ويتعرضون لعملية الإبادة التي أشرت إليها وفق القانون الدولي، في ظل الصمت الدولي الموجود، في ظل أن السلطة الفلسطينية كما قلت أنت وضعها القانوني، ربما هذا يفاجئ كثير من الناس، أنها سلطة تعمل بإمرة الحاكم العسكري الإسرائيلي وليس لها لا سلطة دولة ولا سلطة أي شيء ولا تستطيع أن تفعل شيء من أجل هذا الشعب قانونا. ما الذي يمكن فعله من أجل هؤلاء الذين يموتون جوعا وحصارا في غزة؟ يظل الالتزام قائم على الشعوب العربية، وهذه الشعوب لم تقصر، وأقول بفخر واعتزاز أن أهالينا في مصر قابلوا أهالي غزة بكثير من المواد الغذائية والتبرعات واحتضنوهم، ولم تحدث مشاكل ذات قيمة بين الحدود بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية. بعض الصحفيين المصريين الآن يكتبون عن أهل غزة المحاصرين أكثر مما يكتبونه عن الإسرائيليين، وكأن أهل غزة يروح يحتلوا مصر. يعني أتمنى إنهم يكتبوا عن المجازر التي ترتكبها الإسرائيليين لما بقتلوا شرطة مصريين وبقتلوا فلاحين مصريين ويقتلوا بدو من بدو والبنت الطفلة والبنت آخر بنت. فأرجو من الوزير أبو الغيط أن لا يكسر إجر فلسطيني إذا مات من الجوع أو راح يذهب ذهب يبحث عن دواء، فعليه أن يكسر رجل إسرائيلي، لأنه هو الذي اضطر هذا الفلسطيني أن يلجأ إلى أخيه المصري. اسمح لي أخذ بعض مداخلات المشاهدين. أحمد كفراوي من الجزائر، أحمد سؤالك. السلام عليكم دكتور أحمد. وعليكم السلام يا سيدي. والله يا دكتور أحمد والله يا أخي أحمد لا أريد أن أطيل عليك، سؤال واحد من باب الفكر والسياسة العالمية. تفضل. هل نجاح حركة حماس في الانتخابات أخي الدكتور أحمد ألم يكن فخ غربي ولم يكن تخطيط أمريكي حتى تقع صراعات في الدولة الفلسطينية وبين الأهالي الفلسطينيين أنفسهم؟ أخي أحمد أنا لا أرى حركة حماس أنها نجاح ديمقراطي حقيقي، إنما هو مشكلة غربية وفخ غربي أراد أن يقيم صراع بين الفلسطينيين أنفسهم. وآخر ملاحظة أخي أحمد، أن الدولة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية ما هي إلا مظلة لإسرائيل، وهناك ليس هناك تكامل بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، إنما هناك فرق حضاري وفرق سياسي وفرق فكري. شكرا لك أخي أحمد. شكرا لك. أنا فهمت شيء مما يريد أن يقوله. القسم الآخر لم أفهمه. طيب. لم أسمعه. حاتم شريف من الرياض. حاتم الخير. الصوت واطي لو ترفعوا لنا الصوت يا شباب. مساء الخير. مساك الله بالخير يا سيد. تحياتي لكم جميعا. عندي سؤالين. تفضل. بعد اللي صار بغزة وحكومة هنية، هل في مبدأ قانوني لحل حكومة هنية؟ وهل حكومة الطوارئ هذه حكومة قانونية؟ السؤال الثاني، بما أنه فلسطين دولة كاملة العضوية في جامعة الدول العربية، وتخلي جامعة الدول العربية عن دولة فلسطين، وفي اتفاقية دفاع مشترك عربية، هل يحق للقانونيين العرب أو بالأخص الفلسطينيين دعوة رفع دعوة على جامعة الدول العربية بحلها؟ شكرا لك. أعتقد السؤالين مهمين. السؤال الأول، المبدأ القانوني بالنسبة لحكومة هنية. الآن يقال الشرعية الفلسطينية، والشرعية الفلسطينية تتمثل فقط في السلطة الفلسطينية وأبو مازن ومن حوله. استمد أبو مازن هذه الشرعية وفق القوانين من الانتخابات التي جرت ورشحته، أيضا حصلت حكومة حماس على انتخابات جعلتها شرعية. هل سلطة شرعية وحكومة حماس ليست شرعية في ظل هذا التشريع؟ الوضع القانوني لحكومة حماس، الوضع القانوني لحكومة حماس أنها حكومة جاءت بأغلبية برلمانية، وهذه الأغلبية البرلمانية نجحت بانتخابات نظيفة وشفافة وتحت مراقبة دولية، ولا يستطيع أحد أن يطعن بهذه الانتخابات، ولذلك لا جدوى من الطعن بشرعية الانتخابات الفلسطينية وما نتج عنها من تشكيل حكومة هنية. دولة فلسطين
واتفاقية الدول العربية، اتفاقية الدفاع. أولا فلسطين عضو في جامعة الدول العربية إلا أنها ليست عضوا كامل العضوية حتى الآن. حتى الآن هي عضو تتمتع بكامل الصلاحيات فيما يتعلق بالشؤون الفلسطينية. تكون لها العضوية الكاملة بحق لها التصويت. فيما عدا ذلك هي لا تتمتع بعضوية كاملة. مهم التفسير القانوني ده، مهم لفهم أشياء كثيرة. طبعا نعم. ولذلك اتفاقية الدفاع العربي المشترك لا تنطبق على نعم. وبالتالي هذا الاقتراح برفع دعوة لحل الجامعة العربية لعدم التزامها، بدك ترفع الدعوة كمان أمام مين؟ ما فيش جهاز قضائي اللي ترفع له الدعوة. هي أنشئت بقرار من رؤساء الدول العربية وتحل بقرار من رؤساء الدول العربية وليس بقرار قضائي. شكل الحكاية منيلة بستين نيلة يعني، معقدة جدا. وديع أبو عبيد من الزرقاء، وديع سؤالك. السلام عليكم. عليكم السلام. سيد غسان، بالنسبة للحصار على غزة، يعني أنا أعتقد أن الحصار على غزة واقع من الدول الجوار، مش على غزة بس، حتى على حركة حماس من جميع الجهات، سواء كان من الطرف المصري، سواء كان على مواقع حماس في الدول العربية. فالشعب الفلسطيني محاصر من كل الدول العربية وإسرائيل. سؤالك؟ سؤالي ليش احنا دايما بنوارب وما بنحاول نشخص العلة بالضبط لحتى نقدر نلاقي الحل؟ شكرا يعني لك يا وديع. اسرائيل قدام، اسرائيل جزء من الكل. محمد علي من سويسرا، سؤالك. محمد علي. نعم. سؤالك. نحن كمسلمين اخي ما احمد ملزمون بالاحكام الشرعيه وليس بالقانون الدولي، فما هو الحكم الشرعي بالنسبه لضيفك؟ ما هو الحكم الشرعي فيما يسمى بالقضية الفلسطينية؟ وما هو دور الجيوش في بلاد المسلمين؟ وشكرا لك. احنا بنناقش القانون الدولي. الحصار واقع يا وديع ابو عبيد، يقول لك يعني هناك مواربة ومحاولة لتحميل اسرائيل المسؤولية في الوقت الذي تعتبر فيه الدول العربية مسؤولة عن الحصار، والمسؤولية الاسرائيلية هي مسؤولية جزئية. لا، المسؤولية الرئيسية هي مسؤولية اسرائيل باعتبارها سلطة الاحتلال، والقانون الدولي فرض على سلطة الاحتلال الالتزام الأول في رعاية وحماية السكان الواقعين تحت الاحتلال. نعم. هذا لا ينفي ولا يبرر أن الدول العربية، ولا سيما الدول العربية المحيطة بالأراضي المحتلة، من تقديم المساعدة أو استخدام وزنها السياسي في المسرح الدولي لحمل إسرائيل على الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الشعب المحتل. وتستطيع أن تفعل هذا؟ وتستطيع. يعني مثال، وأنت كنت محاميا في قضية الجدار العازل، هل قضية الجدار العازل وما تم تحقيقه فيها من حكم لصالح أو من رأي استشاري قانوني لصالح الفلسطينيين، هل هذا يساعد يعني يعطي إشارات إلى إمكانية التحريك وإحراج إسرائيل واستصدار قوانين وأحكام دولية ضدها؟ طبيعي. إذا سعت الدول العربية لذلك. يعني الأردن مثلا، الأردن كان لعب دورا بارزا جدا ووظف كفاءات عالية وأنفق مبالغ كبيرة في سبيل الحصول، في سبيل الدفاع عن هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية. طبعا لعبت المنظمة التحرير كمان دور بارز، لكن الأردن كدولة لعب دورا متميزا. الآن هل يمكن لأسر الضحايا، وإحنا تكلمنا عن أسر الضحايا، هل يمكن لأسر الضحايا الآن أن يجتمعوا ويتفقوا مع منظمات حقوقية دولية وحقوقيين عرب ويسعوا لرفع قضايا ضد مجرم الحرب الإسرائيليين في أوروبا، ويستطيعوا أن يرفعوا دعاوى على الحكومة الإسرائيلية كحكومة؟ لأن ما يجري ليس مبررا لعمليات حربية. هذا ما يجري هو لا تبرر الضرورات العسكرية، لكن حتى نزيد الطين بلة، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قانونا يمنع أي شخص من مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الأضرار نتيجة تصرفات القوات العسكرية الإسرائيلية، فلا تستطيع أن تقاضيها داخليا، لكن ما زالت مسؤوليتها الدولية قائمة. سؤالي الأخير، في ظل العجز والضعف العربي القائم، هل
الآن من واجب كل العرب والفلسطينيين تدوين تلك الجرائم كما دون اليهود الجرائم التي حصلت قبل 60 و70 عاما ولا زالوا يجنون ثمارها إلى الآن؟ هل يمكن تدوين تلك الجرائم في ظل إعلان نائب وزير الدفاع الإسرائيلي أن ما يحدث محرقة حتى يأتي اليوم الذي يقوى فيه العرب أو يرسل الله لهم من يستطيع أن يقوم بهم من هذا الوضع الذي هم فيه ويمكن مقاضاة الإسرائيليين بعد 60 70 100 سنة لأخذ هذه الحقوق منهم؟ أعتقد هذا سؤال مهم جدا، وأعتقد أنه إحنا الآن أوفر من الوقت، فأقول لي بسرعة الإجابة. ففي محاولات تجري حاليا لتوثيق كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بما فيها جريمة ارتكاب بناء الجدار الفصل العنصري. يعني الآن عملية التوثيق مهمة جدا لما يأتي بعد ذلك. بالضبط. شكرا جزيلا لك دكتور كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن متابعتكم، وأعتذر للذين بقوا على الهاتف بسبب ضيق الوقت. في الختام أنقل لكم تحياتي فريقي البرنامج من لندن والدوحة، وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من العاصمة البريطانية لندن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.